متابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، فوز مهم ومبروك النهارده يا كابتن سامي. زي ما بنقوله بناكد رغم الظروف والتلاحم المباراه الكبير، لكن الهدف هو تحقيق النقاط بكل الظروف المحيطه. بتشوف الجيم النهارده ازاي وادائنا بعد مباراه سيمبا اللي اكيد النادي الاهلي ما كانش فيه المود بشكل عام. الحمد لله، مبروك عليك ومبروك على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. طبعا زي ما انت قلت ان النتيجه مهمه جدا وده اللي بنسعى له، كنا بعد اخفاق برده الماتش اللي فات، لكن الحمد لله النهارده يعني الحمد لله الاداء احسن. عندنا طبعا فرص كتيره جدا ما قدرناش نستغلها، اعتقد لو كنا استغنينا الفرص دي كان هتبقى سكور كبير قوي، لكن اداء كويس الحمد لله ومرضي لينا والنتيجه اهم حاجه بالنسبه لنا. عارف فنيا ان اهدار الفرص ده يمكن بيزعل شويه الجهاز الفني، لكن برده كمان يا كابتن سامي واضح ان احنا عندنا الايجابيات وعندنا وبنروح مره واثنين وثلاثه، وده الشغل اللي بيبذل من الجهاز الفني. الحمد لله، ما ده انت دورك اللي انت توصل لعيبه طبعا يعني، وده الحمد لله اللي حاصل يعني. الحمد لله شغل كتير جدا من الاطراف ومن العمق، عندنا فرص كتير جدا. اعتقد فرقه انتاج النهارده ما قدمتش يعني، فرقه كبيره طبعا، وكابتن مختار ما شاء الله من المدربين اللي عندها خبرات كبيره في دوري ممتاز، لكن الحمد لله احنا يعني اعتقد ان احنا كنا ليدنج عليهم طول المباراه، عندنا فرص كتيره والحمد لله. زي ما انت قلت ان انت بتوصل وبتضيع، دي حاجات، في حاجات طبعا فيها طبعا رعونه شويه وفيها تسرع شويه، لكن الحمد لله ان انت بتوصل وبتكسب وبتحقق الهدف، ده الاهم بالنسبه لنا الحمد لله. تاني مختلف بشكل كبير على ما اعتقد، في احاديث كثيره بين الشوطين سواء من كابتن سامي مستر مارتن كابتن يوسف، ايه اللي اتقال يا كابتن سامي بين الشوطين؟ لان التطور كان في الاداء باين جدا الشوط. هو الراجل اتكلم ان احنا مش عاوزين يبقى في سرعه في اتخاذ قرار، لازم نهدى، احنا بنلعب كويس مستحوذين كويس، لكن في تسرع مننا شويه، وهو اتكلم في النقطه اللي احنا لو بقينا اهدى خصوصا في الثلث الاخير اعتقد ان احنا هنجيب اهداف يعني. وكان طالب طبعا من اللاعب عندنا زياده عدديه في ال 18، وده اللي حصل من السوليه الحمد لله. ساعه وقت الجون الحمد لله كان عندنا كثافه كويسه يعني، وضغطنا كويس والحمد لله. ليا في الجونه يوم 20 ويوم 24 المباراه، كيف سيتعامل النادي الاهلي مع التلاحم الكبير ده ومباراتين في توقيت قليل قوي يا كابتن؟ لا ده الطبيعي، وقبل كده برضو احنا اشتغلنا كده في وقت قليل جدا مباريات كتيره، لكن الحمد لله احنا بنسعى، بس احنا بنمشي خدها واحده واحده، وان شاء الله استعد كويس للماتش اللي جاي، وان شاء الله نحقق الهدف منه، وان شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، فوز مهم ومطلوب اكيد.